هذا الفيديو قديم بس أني جبته بس حتى أسأل زوجات الوزراء، أنتوا تدرون، أنت يا مرت الوزير تدرين بهذا الفيديو لو ما تدرين؟ لو أنت قاعدة بأوروبا هناك على قولة واحد من المحسوب على الإعلاميين هناك بلد الحريات، سوي بكيفك يا مرت الوزير. أنت قاعدة بأوروبا، أنت قاعدة ببلاد الكفر، تدرين رجلك ده يتزوج؟ تدرين يا نسوان الوزراء، تدرون رجولتشن ده يتزوجون هنا؟ لو ما تدرين. المهم أنا حعرض الفيديو على مود نسوان الوزراء يعرفون وتروح تنبش وتشوف يا وزير متزوج هاي البنية. تفضل. أزواجك منو؟ أول زواج إلي كان بيت أهلي، يعني كان كشي تقليدي حتى ما أعرفه الولد. رسمي؟ إيه رسمي، بس ما كمل، يعني ما نقول زواج، يعني قطعنا مهر وخلاص، يعني وراها فركشنا. أما الثاني كان وزير، والثالث أيضا وزير. وزراء زوجة وزارات. لحظة 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 لحظة، هاي هي هاي هي. وقف وقف عزيزي المخرج، عزيزي دخيلك، متزوجة وزراء اثنين. أنا بس عندي سؤال، الوزراء واحد يدري بالله لو ما يدرون؟ يعني مثلا هذا الوزير متفق ويا هذا الوزير قال له أنت تزوجها وطلقها وأنا أتزوجها لو واحد ما يدري بالله؟ أنت حبيبي المقدم شون يفوتك هيك سؤال؟ شون يفوتك هيك سؤال؟ المهم هاي ايش قالت هنا؟ أنا ما سمعت. بس وركي يجيب مقعدين بالانتخابات ولا زالوا؟ بس لحظة 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 لحظة، بس شنو؟ بس وركها يجيب مقعدين بالانتخابات؟ ليش يمه؟ ليش؟ أما الثاني كان وزير، والثالث أيضا وزير. وزراء وزراء. أي قلتي ليش فايجة؟ هو غير يعني بس وركي يجيب مقعدين بالانتخابات ولا زالوا. شو اسمها هاي اللي أمنت على وركها؟ ها؟ من يعرفها؟ لا مو مصرية، أجنبية أمريكية. شنية؟ هاي مأمنة على وركة بمقعدين. كمل كمل كمل. لا لا مو بس حبيبتي، بدون شيء بدون انتخابات احنا دولة، ومن الله احنا دولة ومناقصنا مراتب. والرابع لا، عن حب الحمد لله. مويني أنا خدامك. نحن تسرعنا يا سوما، أنا ما بقدر تخيل حياتي معك بعد الجواز. يعني تزوجتي وزيرين ولليوم موجودين بالوزارة، زواج رسمي لو كان؟ لا لا رسمي، بس يعني بعدنا لي الساعة علاقتنا يعني أصدقاء. رسمي بس بالسر؟ يعني هو مو بالسر، يعني مثلا الحوالينا كانوا يعرفون، أهلي يعرفون، يعني أبويا قلت له بالموضوع وما مانع أبدا. يعني من هم الوزراء؟ أي وزير وأي وزير إذا هو مو بالسر؟ أشبغ معاك اللي هو مو بالسر، بس يعني تجيني أنا حكاية. شنو شكتي بزواج شوية؟ كلش حبابي، يعني عكس التلفزيون عكس الناس. أكيد أكو، يعني كانت قدامنا تصير اتفاق على الأصوات بالانتخابات، تزوير أصوات، يعني غسيل أموال. حلو 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 حلو. ها 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 ها، مرت وزير، مرت وزير مو أني، تقول غسيل أموال بوق وفساد. حلو، وين الادعاء العام؟ وين القضاء؟ غير يقولوا لها تعاي عمي تعاي، هاي وين؟ هاي من هو الوزير رجلش اللي يشتري أصوات؟ من هو رجلش هذا اللي يغسل أموال؟ يا وزير هاي خوبة من مجيبي أنا نطلعها؟ هاي من وركة من هاي البنية؟ وأنا قايلها قبل، من تقعد وياهم
لك عين النزاهة والأمان والحكي. الله الله تقول سبحان الله، باقي له خطوتين ويصير ملاك طاهر من السماء، السيد الوزير أو المسؤول. وحقك تغنين من الله إحنا دولة، حقك حقك. أخ أني بس أختم بهذا الموضوع، أريد نسوان الوزراء يشوفون هذول من أمه. يا وزراء عمي بطلنا، ما أريد الفساد وما أريد البوق، أني أريد نسوان الوزراء يعرفون لو هي مقضيتها بأوروبا ببلاد الحرية.